بس مش غريبة انك في سنك ده وبتفكري في التبني؟ يعني اقصد انك كنت اكيد ممكن تتجوزي تاني و تخلفي برضو. مستحيل ده يحصل، قصدي الخلفة. انا اسف، بس تعرفي اللي يشوفك مع نور يقول انك مامتها بجد؟ انا ساعات بحس انها تشبه لك. انا كمان كتير بحس كده. انا مش عارفه مالي، مصدقه دماغي مش مظبوطه. سواء انت بتاخدي اي ادويه عشان الصداع او عشان تنامي مثلا؟ لا، انت ليه بتسال السؤال ده؟ لا ابدا، بس احيانا بحس انك مرهقه ف حبيت انبهك. تنبهني لايه يا فريد؟ يعني المنومات والمهدئات دي بتكون مضره، بس كويس انك مش متعود عليها اصلا. يعني في استغرباك بس. فريد انت عايز تقولي حاجه؟